نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء، انا همام جاهد، ساكون معكم على مدى ساعتين في حلقه جديده من نقاط ساخنه. دعم للارهاب في البلاد العربيه، محاوله لاعاقه مجهودات الاستقرار والوصول الى تسويات من اجل استعاده الامن، غزو للعقول عن طريق الاله الاعلاميه التي انتشرت لتحقيق اجندات خارجيه للتنظيم الدولي للاخوان الذي تحالف مع الارهاب لنشر الفوضى بعد فشله في التحكم في مجريات الامور. انها قطر التي تسير على النهج التركي والايراني لاعبه دور الخارجة عن الصف العربية. رأينا هذا الدور جليا مع دول الرباعية العربية، ونراه الآن في ليبيا حيث سعت الدوحة إلى ممارسته منذ أن سقطت ليبيا بعد أحداث عام 2011، سواء كان عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية أو التنظيمات المسلحة الأخرى التي لها تواجد على الأراضي الليبية وخصوصا في منطقة الجنوب، المنطقة التي رأينا فيها ميليشيات إرهابية مدعومة من قطر ماليا ومن تركيا بالطبع تأتي بالسلاح. بعض هذه الميليشيات قادم من دول أفريقية للإتجار بالسلاح والمخدرات وأيضا بالبشر. هذا جعل منطقة الجنوب منطقة محتدمة، إلا أن الجيش الليبي حقق تقدما كبيرا في انتصارات في هذه المنطقة في ضربة جديدة لأعداء الاستقرار في البلد العربية. اليوم وفي هذه الحلقة نناقش التطورات الليبية ونتساءل ما هي سيناريوهات المرحلة المقبلة في الأراضي الليبية، ما هي طبيعة التفاهمات التي توصل إليها أو إليها اجتماع أبو ظبي الشهر الماضي، هل تساهم تلك التطورات في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وما هي الصعوبات التي تقف أمام إجراء الانتخابات من الأساس. كل هذه التساؤلات وغيرها نناقشه في فقرتنا الحوارية والوحيدة لهذا اليوم مع ضيفينا العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبد الكبير الفاخري وزير التعليم الليبي الأسبق. لكن كحلقة كل خميس لدينا فقرة ملف الخميس، والتي نخصصها للحديث عن الدور القطري التركي لدعم الإرهاب في ليبيا. لكن قبل أن نبدأ فقرة الملف لدينا كالعادة جولة في أهم الأخبار على الساحة العربية والدولية. لا يتوقف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديم الدعم لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، حيث عقد ياسين أخطاي مستشار الرئيس التركي هذا الأسبوع لقاء مع عدد من أعضاء تنظيم الإخوان الهاربين من مصر إلى جانب أعضاء سابقين في الجناح العسكري للجماعة الإسلامية. إسلام الغمري هو أحد أعضاء الخلية الإرهابية التي خططت وحاولت اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 95. هرب الغمري بعد إطاحة الشعب المصري بجماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 من يونيو، وانتقل إلى قطر ثم استقر به المقام في تركيا، وكان بمثابة همزة وصل بين عناصر إرهابية توجهت للقتال في سوريا، كما عمل على تجنيد اللاجئين العرب في تركيا لتوجيههم للقتال في سوريا. أيضا حضر هذا الاجتماع مع مستشار الرئيس التركي الإرهابي هيثم غنيم المدان في قضايا إرهاب في مصر، كما أنه أعلن مرارا دعمه للعمليات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية في سيناء. إذا للمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا الأستاذ مختار نوح الباحث في الشؤون الإسلامية. أستاذ مختار رحب حضرتك على إكسترا نيوز، وهذا الخبر الذي ذكرناه منذ قليل عن هذا الاجتماع الذي عقد بين مستشار أردوغان وبعض القيادات الإرهابية وبعض العناصر الإرهابية في تركيا، ما دلالة ذلك برأيك؟ والله إحنا دلوقتي في نجاح، بعد نجاح الدبلوماسية المصرية بأنها أعادت مصر إلى منطقة النفوذ الدولي زي ما بيقولوا، يعني ان تتحدث باسمها وباسم غيرها. امريكا اردوغان في نفس الوقت بيبحث عن هذا النفوذ، لكن مع الوقت بيخسر. هو بيستغل علاقته بالاخوان لاضعاف النظم الاخرى والبحث لنفسه عن دور باعتباره خليفه المسلمين، مع ان حكومته بتنكر هذا المعنى. وبتنكر هذا الكلام تماما، يعني هي مش رغبه في ان هي يكون لها علاقه بالاسلام لا بالخلافه ولا حاجه، هي عايزه دوله مدنيه
ملهاش علاقه بالدين، لكن هو مع ذلك عنده ازدواجيه، يترك الحكومه تعطي تصريحاتها وتهاجم هؤلاء، وفي نفس الوقت يحاول انه يبني لنفسه اي جسر يطلع عليه او اي حاجه يتطرز بيها في العالم كله. من ضمن الحاجات بناء علاقه قويه مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، وبناء ايضا علاقات قويه ببعض جماعات سوريا، وايجاد ممر هادئ وامن لدواعش في العالم، وبيكون عن طريق بلاده طبعا. هو بيحاول يبحث نفسه عن مكانه دوليه، وخليفه المسلمين دي هو اللي بيحلم بيها، مع انه هو ليس عنده يعني اي ميول اسلاميه ولا اي ميول دينيه في الحقيقه. يعني ان احنا كلنا نعرف اردوغان من زمان، ونعرف اربكان كان بيقول عليه ايه، يعني كان بيقول عليه الشيطان الصغير، وبيقول عليه ان هو على استعداد ان يتسلق على جثه والده. ده اربكان شيخهم براجماتي يعني في المقام الاول يعني. هو براجمات طبعا، مفيش كلام. طب ابقى معي يا استاذ مختار، يعني ابقى معي، ساعود اليك مره اخرى، لكن دعني ارحب بالدكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه. دكتور معتز، برحب حضرتك على اكسترا نيوز. ويبدو ان النظام التركي لا يتورع في حتى التصوير وفي بث هذه اللقطات الذي تجمعه مع عدد من العناصر الارهابيه، كذلك يعني مثل ذلك المتهم باغتيال الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك عام 95. دكتور معتز؟ ايوه، انا اسف. نعم، لا يعني برحب حضرتك على اكسترا نيوز، وكنت بسال حضرتك عن النظام التركي، يبدو انه يعني لا يتورع في نشر هذه الصور التي تجمعه مع بعض العناصر والقيادات الارهابيه، ابرزها هذا الاجتماع الذي عقده مستشار الرئيس التركي اقطاي مع المتهم والمدان باغتيال محاوله اغتيال الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. نعم، لا هو يعني نقول ان تركيا في عهد اردوغان تمارس الماكيافيلية السياسية بكل تفاصيلها، يحاول انه يستغل كل الادوات المتاحة اليه علشان يقوم بدور اكبر في المنطقة، بيريد زعزعة استقرار الدول اللي بيعتبرها معادية ليه، دخل في نطاق انه يريد ان يمارس السلطانية التركية التقليدية من خلال جماعات يمولها بأرقام كبيرة، ورافعا شعار بدون أردوغان فلا إخوان، يعني ببساطة أنا أو هو يعني كأردوغان هو الملجأ الأساسي لهم، هو الممول لهم، هو الحريص على بقاء التنظيم، هو الحريص على التواصل معهم، يمدهم بالأموال بالمساحة المكانية والمساحة الإعلامية والمساحة السياسية. وعلى هذا الأساس قيادات الإخوان وبعض من شبابها يرون في الرجل ومن يتعاونون معه ويساعدونه يعتبرونه يعني هو الأب الروحي للجماعة في هذه الفترة. ويعني في المقابل مصر يعني بكل وضوح، وأنا بقولها ببساطة، الرئيس السيسي يصحح خطأ الرئيس السادات. الرئيس السادات عمل ثلاث أخطاء كبيرة في حياته السياسية، مش هدخل في التفاصيل، إنما على الأقل منهم خطأ مهم، وهو إخراج الجماعات الدينية ورموز الجماعات الدينية من السجون وفتح الفضاء العام لهم الوقت اللي كان ربما فيه بيضيق على يضيق هذا المجال العام على جماعات أخرى مدنية وربما يسارية وليبرالية. فالنهاردة احنا أمام السؤال، هل نحن نريد هؤلاء أن يعودوا مرة أخرى يلعبوا نفس الدور الذي كانوا يلعبونه من قبل، أم نحن نريد، مش بنقلب الصفحة، احنا بنقطع الصفحة، بنقول ببساطة نحن لا نريد لهم أن يكونوا جزءا من الحياة السياسية المصرية، ممكن يكونوا جزء من الحياة بصفة عامة، الحياة المدنية، مواطنين مصريين، إنما كتنظيم وكأعضاء في تنظيم، هذا تنظيم متطرف، تنظيم إرهابي يشق وحدة المسلمين، يعني يفرقون دينهم وأصبحوا شيعا. ونحن لا نريد هذا في وطننا، والرسالة لهم عليهم أن يختاروا، إما أن يكونوا جزءا من الرؤية الأردوغانية للكون، أو أن يكونوا جزءا من الوطن الكبير مصر. ابقى معي دكتور معتز، وأذهب مرة أخرى إلى الأستاذ مختار نوح، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية. أستاذ مختار، وبما أن حضرتك باحث في هذه الحركات الإسلامية، على ماذا تستند تركيا أثناء مقابلتهم أو أثناء مقابلة النظام التركي لهذه الجماعات الإرهابية؟ هل هناك اتساق؟ هل هناك توافق في الفكر أو الخلفية السياسية أو الخلفية الفكرية للنظام التركي مع هذه الجماعات الإسلامية؟
لا هي الخلفية الانتهازية، لكن أصل ما فيش خلفية فكرية. أنا سبب كده قلت المعاليك إن أربكان نفسه حذر من هذا الشيطان الصغير اللي هو كان يقصد بيه أردوغان، يعني ما كانش هو حذر منه. النهاردة المظاهرات، بعض المظاهرات في الجزائر بترفع صور أردوغان يعني، وهو بعت ناس عشان يذكر اسمه عشان يبقى دايما هو محور حل. انما من ناحيه الفكره الاسلاميه اعتقد ان في تجربه ناجحه عندهم في تركيا، ان تركيا تعمل لها اسم بالفكره الاسلاميه او بالتحايل الاسلامي لما اطلقوا عليه خلافه، وهي كانت فكره استعماريه بحته، وعشان يجمع حواليه كل العناصر المتدينه تدين التقليدي قال انها فكره اسلاميه وعوده خلافه وسموها الخلافه العثمانيه، بينما هي كانت عمليه توسعيه عاديه جدا، والخلافه العثمانيه دي هي اللي قتلت الطمان باي، وهي اللي قتلت مش عارف مين، واللي خلفت بعد كده سليمان القانوني اللي قتل 30 عيل من عياله، ما كانش ليه علاقه بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد. التجربه بتعيد نفسها الان، مطلوب بناء تركيا الجديده، تركيا ليس لها وجود في اوروبا واضطردت منها مره واثنين و17 وعمر ما هيكون لها وجود في الاتحاد الاوروبي، بدات تبحث نفسها عن بناء عضلات، العضلات دي ان يصنع لها مركز في منطقه الشرق الاوسط او منطقه حتى حوض افريقيا، طبعا مش هيكون لها دور فيه ولا بالتبرعات ولا بالتبرعات، لان طبعا دلوقتي السيسي شخصيه مهمه يجب العمل على ارضائه ويجب العمل على التعاون معه. فاعتقد ان تركيا فقدت كتير في الفتره اللي فاتت، لا يبقى امامها الا حاجتين، داعش بتسهيل المرور والاخوان بتسهيل البقاء. مش اكتر من كده. نعم. والاخوان بيقوموا بدور البوق الجيد في الجزائر لاردوغان وبيضربوا بيه المثل حتى في الفشل، يعني يقول لك ازاي انه عدى من المازق الفلاني، ازاي عدى مع ان المازق ده هو اللي عمله، انما هي طبيعه الميكافيلية زي ما قالها الدكتور معز، يعني أنا بعتبرها ميكافيلية سياسية موروثة، الإخوان ورثينها ومن حسن البنا اتنظمت، يعني بقت منظمة ممنهجة يعني قاعدة. بقت ممنهجة. نعم. الميكافيلية السياسية. دكتور معتز، تحت أي مسمى يمكن أن تبرر تركيا هذه اللقاءات مع الجماعات الإرهابية؟ هي أعلنت من فترة أنها تؤيد ما يسمى بالشرعية الانتخابية اللي أفضت وصول الدكتور مرسي إلى السلطة ومعه من معه، ويعني يقال أنه الإخوان في بداية الثورة حينما أعلنوا ثورة 2011 حينما أعلنوا أنهم سيشاركون في الانتخابات فقط بالثلث انتخابات البرلمانية وأنهم لن يرشحوا أحدا لمنصب الرئاسة، ولكن ما حدث أنه أردوغان أقنع خيرة الشاطر بأن هذا الكلام سذاجة سياسية، وأنه دي هناك فراغ في السلطة في مصر، وأن هذه فرصة لن تتكرر مرة أخرى، لأنه الديمقراطية الوليدة في مصر لا يوجد من يستطيع أن يلبي نداء الناس بأن يكون لهم صوت في مقاعد السلطة، وبالتالي على الإخوان أن يحتلوا أكبر عدد ممكن من المواقع السياسية والاستراتيجية. وعلى هذا الأساس الرجل تبنى الفكرة الإخوانية في مصر من البداية، وكان يعني المنظر الأهم لهم والمحرك للكثير من القرارات الإخوانية في تلك الفترة، وطبعا اصطدم، وهو ما لم يكن يتحسبه، اصطدم بإرادة المصريين، ويعني هو لا يزال يكرر واستخدم في ذات مرة مصطلح الدولة العميقة، وهو مصطلح في الأساس مصطلح تركي كان يوصف به الأجهزة العلمانية في تركيا ضد أي حزب إسلامي يصل إلى السلطة طوال تاريخها يعني. إنما الحقيقة يعني على غير الحقيقة ما يحدث في مصر هو لم يكن صداما مع الدولة العميقة، وكان صداما مع المجتمع العميق. من رفض الإخوان هم المصريون، جموع أمي وخالتي وعمتي وصحابي وإلى آخره، يعني قالوا إن ديننا الذي هو عزيز علينا لا يليق بأن يمثله هؤلاء ليسوا بالقوة ولا بالأمانة لتجعلهم قادرين يتحملوا مسؤولية مصر. وعلى هذا الأساس لفظهم الشعب واستجاب لهم مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، وشفنا في المشهد الشهير اللي فيه وزير الدفاع آنذاك فريق أول عبد الفتاح السيسي يقف مخاطبة جموع المصريين،
كان حوله شيخ الازهر وبابا الكنيسه ورئيس مجلس اعلى للقضاء وقيادات من القوى المدنيه التي كانت موجوده انذاك. يعني لم يكن انقلابا عسكريا كما يحاول اردوغان واكسسواراته الاعلاميه ان يصوروا، انما لا، بالفعل هي استجابه من مؤسسات الدوله لمطالب المصريين بان يخرج هؤلاء من الساحه ومن الحلبه السياسيه لانهم غير جديرين بها. وما والحقيقه يعني هم اثبتوا لنا انهم ما نصحوا نصيحة إلا وتجهلوها، ما حفر لهم فخ إلا ووقعوا فيه، ما من خطأ كان يمكن أن يتجنبوه إلا وارتكبوه. إذن الرسالة أنه كما يقول يعني بونابارت، يقول لك السياسي الذي لا يعرف مواطن الخطر يصبح هو مصدرا للخطر. وهكذا كان الإخوان في الفترة التي حكموا فيها مصر، ولهذا يعني الجزاء الوفاق لهم الآن هم أن يتركوا السلطة. إنما هم أرادوا مش بس أن يتركوا السلطة، ولكن أن يعادوا المجتمع ويعادوا الدولة، فحتى تركوا البلد. وزي ما حضرتك شايف الصور اللي امامنا ديت بتؤكد انهم يعني اصبحوا اقرب الى الاجنده التركيه منها الى اجنده الشعب المصري والدوله المصريه. نعم، شكرا جزيلا في كل الاحوال الدكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه. وانتقل الى الاستاذ مختار نوح الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه. وسؤال اخير استاذ مختار، نشاهد في هذه الصور التي نعرضها حاليا ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركي مع عدد من قيادات الجماعه الارهابيه، ابرز هذه العناصر يعني ما يسمى اسلام الغمري وهيثم غنيم. ما خطوره هذين العنصرين استاذ مختار؟ اعتقد ان هم مدرجين عندنا في وزاره الداخليه وهم مسافرين هربا اصلا يعني. دي زائد ان 80% منهم دلوقتي من الاخوان اللي موجودين في تركيا، يعني انا اعتقد ان هم لفوا الحبل حواليهم بتهمه التخابر، تخابر رضائي حتى، مش مقابل شيء يذكر. انما هم الان بيعملوا وفقا للاجنده التركيه زي ما سمعنا منذ قليل. ومش بس كده، كمان تركيا بتعمل على اضعاف البلاد، اهمها مصر، هم بيساعدوها في هذا الجناح كاملا. يعني تقدر تقول ان القنوات والافكار والاشخاص اللي موجودين الان في تركيا بينفذوا الاجنده التركيه تماما نيابه عنها في اضعاف مصر، يعني حاجه اعلى من التخابر قليلا. يعني انا ما بعتبرهاش تخابر يعني بيأدوا دور، لا، هم بيأدوا كل الدور. نعم، بيأدوا كل الدور، وبالذات القنوات اللي اتفتحت بفلوس قطر. يعني هي زي ما بيقولوا الناس، يعني هي اي نظام واي اي دوله هتدفع فلوس تعمل قنوات لغيرها دي ليه؟ الا اذا كان في هدف. اسرائيل ما اسست قناه الجزيره كان لهذا الهدف، في يوم من الايام كانت هتعوزها. نفس الحكايه برضو تركيا لما اسست قناه الشرق او غيره، ما هو نفس السبب ونفس الهدف. وانا اتحدى ان قناه زي قناه الشرق او قناه مكملين يجيبوا خبر نقدي، مجرد خبر نقدي، مش تحليل نقدي، لا، خبر نقدي عن تركيا. ده ممنوع طبعا، لان صاحب المال عامله الهدف ما يقدروش يخرجوا عنه اطلاقا. طبعا الأستاذ مختار نوح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه التفاصيل. وما زلنا في تركيا، حيث يكشف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى عن وجهه التوسعية على حساب الدول العربية خاصة سوريا، حيث قال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن دمشق وحلب كانتا ضمن الحدود المعلنة من المجلس العمومي العثماني، مضيفا أمام أنصار الحزب أن الأتراك والسوريين ينتمون لأمة واحدة وكانوا يعيشون تحت راية واحدة لنحو 400 عام. فيما قال مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى للتوسع في المنطقة متسلحا بالإرث العثماني، وعمل على دعم الجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان. وكانت تقارير كشفت أن تركيا ساهمت في تأجيج النزاع السوري عبر دعم القاعدة وداعش الإرهابيتين، فيما أوضح تقرير آخر أن الاستخبارات التركية استعانت بضباط سابقين لتدريب متشددين وإرسالهم لسوريا لقلب النظام. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من سوريا الدكتور عمار الأسد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري. دكتور عمار، نرحب بحضرتك على إكسترا نيوز. وماذا ما رأيك في هذه التصريحات التي خرجت من وزير الداخلية التركي عن أن دمشق وحلب كانتا تركيتين؟ مساء الخير لكم ومساء الخير لأهلنا في مصر والمشاهدين الكرام. أولا التركي اليوم يتخبط، اليوم يبحث عن دور، التركي يفشل، التركي يستند الى المجموعات البائده من تنظيم الاخوان المسلمين لنشر الفوضى في سوريا وفي مصر وفي كل المنطقه. هذا الاردوغاني المتغطرس الذي يعيش جنون العظمه هو وعد الناس بسته
سبتمبر 2014 انه سيطلق الجامع الاموي، واليوم نحن في 2019. يعني هؤلاء كان اردوغان ولا حتى كل من يدور في فلكيه عباره عن ادوات وعملاء للسيد الامريكي، واردوغان هو اجير للامريكي يتحرك به ويستخدمه كيفما يشاء. هذه الاحلام الاردوغانيه الاخوانيه سقطت عندما اسقط شعبنا العظيم في مصر مرسي وجماعته الاخوانيه. اذا اين كان اردوغان واين هو اليوم مما يفكر به؟ لانها احلام، انها سراب واوهام يعيشها وهو لن يحقق منها شيء. اليوم حلب تحررت في 6 ديسمبر 2016، وهو سرق معامل حلب هذا اللص الاجير، وحاول قدر المستطاع دعم بما بكل ما تملكه تركيا، كما صرحت جريده جمهوريات او جمهوريات التركيه عن رحلات الاسلحه التي كانت تدخل تحت اشراف المخابرات التركيه وخاصه رئيسها حقام فيدان. نعم، لكن دكتور عمار، دكتور عمار عفوا، يبدو أن النظام التركي لا يقتصر فقط على دعم النظام أو على دعم الجماعات الإرهابية كما ذكرت، لكنه ربما يعني يولي وجهه تجاه يعني ضم عدد من الأراضي السورية ربما والتوسع على حساب سوريا. لا لا، لم يستطيع ذلك. هو يحاول، هو يسجد الأمريكي هذه المنطقة الأمنية التي كان يطالب فيها منذ 2011. يا سيدي، هو كان رأس حربة بكل هذه المؤامرة على سوريا. عندما نصب الخيام السوري في ست شهور في ادلب كان لا يوجد لا احداث ولا اي خلافات في تلك المنطقه، هو من اجج وهو من استخدم القوقازيين واستخدم الشيشانيين واستخدم التركمانستانيين تحت مسميات دينيه، واليوم هيئه تحرير الشام التي هو يعتذر ويتبرأ في مكان ما منها هو يدعمها وتحت انظارها اخذت ادلب بالمطلق. هو اليوم انا كما قلت لك هو يحاول ان يقوي موقفه، لكن تركيا ضعفت، وهو يحاول ان يتسبق على حاشيته من خلال المشاريع الكبيره في تركيا، ولكن الشعب التركي اليوم يقبح تحت الفقر. هناك الكثير من مقاطع اليوتيوب يعني تظهر كيف الشعب يوبخ وزير الخارجيه ووزير الداخليه والوزراء بسبب حاله الفقر التي يعيشونها. هو اليوم يتخبط، يحاول ان ينجز نصر وهمي، يحاول ان ينجز نصر اعلامي. يعني هو تاريخه معروف، هو كان يبيع البطيخ، هو عندما يعني يعتذر انه على صوته انه يبيع اكثر، يعلي صوته كيف ما يشاء. هذه لا تصرف لا في سوريا ولا في اي منطقه اخرى من الدول العربيه. الى اي مدى فشل النظام التركي ونظام اردوغان في تحقيق مطالبه ومخططاته في سوريا؟ اولا، عندما استعاد الجيش العربي السوري حلب، هي كانت تسقط المفصل وعندها تحول التاريخ الى زمن. اليوم هذا كان اكبر انجاز لضرب الناتو الذي كان راس حربه يحاول ان يدعم الارهابيين الذين كانوا يعيشون فسادا على مدى 4 سنوات في حلب منذ 2012 حتى 2016. هو لم يحقق شيء، هو اليوم يراوغ مع الامريكي، هو عميل للامريكي فيما يخص شق الفرات، يحاول ان يلعب هنا وهناك، ولكن اقول لك بان لن ينجح في اي شيء، وهو الخاسر الاكبر في كل ما وعد به وكذب عندما وعد بمصر خط تطعيم في ادلب على مسافه 25 كيلومتر، منطقه منزوعه السلاح، لم يحقق شيء. هو تخلى عن مجموعه نور الدين الزنكي الارهابيه وعن حراس الدين وعن كل المجموعات التي كانت تعمل تحت قوائه، وذهب الى هيئه تحرير الشام ليتبناها ويعيد فسادا فيما تسمى هذه المنطقه التي هي 6000 كيلومتر فقط، لا غير، هي منطقه. نعم، دكتور عمار عفوا، وصلت الفكره. دكتور عمار الاسد، وسوريا ستعيد كل شجر من ارضها، ولا اردوغان ولا اجلام ولا معلمين اردوغان. نعم، وصلت الفكره دكتور عمار. نعم، دكتور عمار الاسد، نائب رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الشعب السوري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وعلى هذا التحليل. من المخططات التركية إلى نظيرتها القطرية، وعلى هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، فشلت مجموعة حوثية في إيقاف ندوة تحدثت عن دعم قطر لجماعات الحوثي في اليمن وما يترتب على ذلك الدعم من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في اليمن. المجموعة الداعمة للحوثية تحصل على تمويل قطري، حاولت الهجوم على المشاركين في الندوة التي نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز التدريب ومعلومات حقوق الإنسان،
والذين كشفوا فيها بالوثائق عن انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المواطنين اليمنيين. عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية قال إن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسييس، حيث تم استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في ادعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر عن جرائمهم، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان وتعتبر سقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية. وهذا ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، فيما تغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة. الكاتب الصحفي مجدي حلمي عضو الهيئة الاستشارية للمركز يقول إن ربع الدول العربية تعاني من النزاعات المسلحة، موضحا أن أكبر حق منتهك في هذه الدول هو حق الشعب في السيادة على أرضه، وأضاف أن العراق وسوريا نموذج لهذه الحالة، مشيرا إلى أن ما يجري في اليمن فاق الجرائم التي نصت عليها المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن انقلاب جماعة الحوثي أدى إلى تدهور حاد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وقال أيضا أن أمراض انتهت من العالم عادت للظهور في اليمن مرة أخرى مثل التيفود والكوليرا وحمى الضنك. وقال أيضا أن هذه الأمراض أدت إلى وفاة أكثر من 6000 يمنية خلال العام الماضي. وأشار إلى انتهاك جماعة الحوثي للحق في التعليم وتحويل المدارس إلى مخازن للسلاح ونقاط تمركز للميليشيات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ نبيل الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. نرحب بك أستاذ نبيل. يعني في البداية، يعني ما رأيك فيما يقترفه أو تقترفه تلك الجماعات التي تحصل على الدعم القطري في اجتماعات كتلك في جنيف والتي تتحدث عن حقوق الإنسان وربما تركز فقط على تسييس المعنى الشامل لحقوق الإنسان؟ سعد الله مساكم ومساء جميع السادة المشاهدين. حقيقة نحن عايشنا كثير من هذه الانتهاكات وهذه الأساليب التي هي انعكاس لمن يمثلونهم في إطار هذه المحافل الدولية. هم يمثلون عصابات إجرامية وبالتالي يمارسون مثل هذه الأعمال البلطجية التي يقومون بها في إطار مبنى الأمم المتحدة، وهو يفترض أنه المقر الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان. اليوم في محاولتهم للتهجم على الندوة التي ذكرتموها حاولوا بأساليب متعددة الاشتباك، ولولا تدخل قوات الأمن التابعة للمجلس لكان هؤلاء قد ارتكبوا أعمال شغب كبيرة جدا داخل المجلس. هذا أولا. ثانيا، استخدموا أسلوب يعكس هوية هؤلاء، وهو أنهم أرادوا عبر مجموعة منهم تصوير الموجودين من الناشطين اليمنيين الموجودين في القاعة، وحاولوا تصوير الفتيات والشباب لإرسالها للميليشيات في صنعاء، بحيث أنه عندما يعود هؤلاء الناشطون إلى صنعاء يكونون قد استعدوا لاعتقالهم واحتجازهم هناك، بمعنى أنهم لا يمارسون الإرهاب فقط على الأرض اليمنية بل ويمارسونها حتى خارج الأراضي اليمنية. هذه هي أساليبهم وهذا دأبهم، ولقد حدث لكثير من الكتاب والصحفيين والناشطين أنهم عند عودتهم من أماكن أو من دول أخرى بمجرد وصولهم تم اعتقالهم، ومن أمثال هؤلاء الكاتب الجبيحي وهو كاتب صحفي عند عودته إلى صنعاء قاموا باعتقاله بل وحاكموه بمحاكمة صورية مدتها 10 دقائق أصدروا فيها حكما بالإعدام عليه، بل وأيضا تنكيلا له قاموا باعتقال 2 من أبنائه، وعندما ساءت حالته في المعتقل وتحت الضغوط الدولية قاموا بالإفراج عنه، لكنهم أصروا على استمرار اعتقال أبنائه الذين ما زالوا موجودين. هم يستخدمون نظام الرهائن، بمعنى أخذ أشخاص كرهائن عن أشخاص آخرين. أستاذ نبيل،
نعم أستاذ نبيل، لا ينكر المجتمع الدولي ما تقوم به جماعة الحوثيين من إضرار بحقوق الإنسان اليمنية وخرق هذه الحقوق، ليس هذا فحسب، بل أن منظمة مثل برنامج الأغذية العالمي في بداية شهر يناير من هذا العام اعترفت وقالت في تقرير دولي ومنشور أن جماعة الحوثيين تسرق المعونات الإنسانية، ربما هم تخطوا أصلا مفهوم حقوق الإنسان بالمعنى الدارج إلى مقومات الحياة الأساسية لدى اليمنيين. لماذا تصر قطر على دعم هذه الجماعة الحوثية؟ قطر هي أصبحت يد أخرى لإيران، قطر جزء من الإرهاب الموجود في المنطقة، قطر تمارس كل ما يمكن أن يكون فيه إقلاق للسكينة العامة في كل دول المنطقة، وبالتالي كل هذه المنظمات التي تعمل في الخارج تحت مسمى حقوق الإنسان وهي تعمل في إطار الأجندة الإيرانية تقوم قطر بتمويلها بمبالغ ضخمة جدا. نعم. وهذا أصبح دأب واضح لقطر في الفترات الماضية. نعم الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذه المدخلة. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال باقي فقرات من نقاط ساخنة. نجدد التحية مشاهدينا الأعزاء في فقرة ملف الخميس من نقاط ساخنة، وملف خاص حول المخططات القطرية التركية لتخريب وتدمير الدولة الليبية، حيث مثلت ليبيا ساحة بارزة تفضح هذه المخططات التي استغلت الأوضاع بعد 2011 لتدعم أجندة تقسيمية من خلال تمويل الجماعات الإرهابية والدعم بالمال والسلاح. وكان الدعم القطري مبكرا، حيث بدأ عبر المجلس العسكري طرابلس بالأسلحة والعتاد، وأرسلت قطر جنودا كانوا يرافقون بالحاج زعيم الجماعة الليبية، رافقوه حتى دخل باب العزيزية تحت غطاء طائرات الناتو، ودعم بعض الشخصيات من أطياف مختلفة ضمت رجال أعمال وشخصيات ارتبطت بتنظيمات إرهابية أبرزهم الإخوانية علي الصلابي وعبد الحكيم بالحاج. بعد سقوط القذافي دعمت قطر كتيبة رف الله السحاتي والمتورطة في أعمال إرهاب، ونظمت قطر دورات عسكرية لهذه الكتيبة في أواخر عام 2011، ودربتها قطر إلى جانب جماعة أنصار الشريعة الإرهابية التي نفذت الجماعة عمليات إرهابية بسيارات مفخخة واغتيالات. دعم قطر لميليشيات بنغازي ودرنة، ومولت تشكيل مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي عام 2014، وقدمت الدعم بالسلاح والعتاد إلى جانب المال، وقدمت أيضا الدعم للجماعة الليبية المقاتلة في درنة. دعم قطر للميليشيات في الغرب الليبي، دعم المجلس العسكري مصرانة وتنفيذ هجمات ضد الجيش الليبي، ووصل الدعم القطري إلى عدد من كتائب الغرب الليبي، ودعم الإخوان وحلفائهم للانقلاب على الانتخابات التشريعية في عام 2014. لم يقتصر هذا الدعم لوجستيا، حيث دعمت أيضا القنوات والإعلام، ودعمت افتتاح قناة النبأ التي تعود إلى عبد الحكيم بالحاج، وعملت النبأ على نقل أخبار الإرهابيين تحت مسمى الثوار. وبدعم قطري تم تأسيس شركة الأجنحة الليبية للطيران، وهي الشركة المسؤولة عن انتقال أو التي يستخدمها الإرهابيون في الانتقال من سوريا إلى ليبيا. ومولت قطر جمعيات في تونس لنقل الشباب للقتال في سوريا وليبيا، وأقامت قطر أيضا مراكز لتدريب المقاتلين في ليبيا.
إذا ما زلنا في قطر والإرهاب في ليبيا، حيث مولت قطر جمعيات في تونس لنقل الشباب للقتال في سوريا وليبيا، وأيضا أقامت قطر مراكز لتدريب المقاتلين في ليبيا. عبد الحكيم بالحاج هو الحليف القوي لجماعة الإخوان في ليبيا، وظهر كقائد ميداني بعد أشهر من اندلاع الانتفاضة ضد معمر القذافي. وأعلن عبد الحكيم بالحاج من مدينة الزنتان عن تشكيل المجلس العسكري في طرابلس، وقدمت له قطر المال والسلاح والعتاد والحماية، وكان أيضا على اتصال بالاستخبارات القطرية ودعمته إعلاميا، وشاركت معه قوات خاصة قطرية للإطاحة بالعقيد السابق معمر القذافي. علي الصلابي أيضا مدعوم من قطر، وهو قيادي إخواني ليبي يقيم في قطر، وأسس مع شقيق إسماعيل كتيبة رف الله الصحاتي الإرهابية، هي أكثر ميليشيا تلقت وقتها دعما عسكريا وماليا من قطر. نفذت الميليشيات التابعة له عشرات الاغتيالات ضد العسكريين في بنغازي، وانضم شقيقه إسماعيل الصلابي إلى مجلس شورى بنغازي وتحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابية. المهدي الحراتي هو إرهابي ليبي متورط في هجمات مدريد التي كانت في عام 2004، وكان يعيش في أيرلندا، وعاد إلى ليبيا عقب الانتفاضة ضد نظام القذافي، وأعلن مع عبد الحكيم بالحاج تشكيل المجلس العسكري طرابلس ضد القذافي. وأيضا دعمته قطر كما دعمت غيره بأسلحة متطورة، ونظم نقل المقاتلين من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، وشكل هؤلاء المقاتلين جانبا من القوام الرئيسية لجبهة النصرة السورية. تيمان أرديمي وهو معارض تشادي متطرف، وهو رجل الفوضى في جنوب ليبيا، واحتضنته قطر رغم تكوينه جيشا مسلحا للإطاحة برئيس تشاد، وامتد نفوذ جيشه إلى الجنوب الليبي مستغلا الأوضاع هناك. ويمثل تيمان أرديمي ورقة قطر والإخوان للتمدد في غرب أفريقيا. الآن نتحدث عن الدعم التركي للإرهاب في ليبيا، حيث ساهمت تركيا في دعم الجماعات التي أطاحت بنظام القذافي عبر توفير شحنات الأسلحة للميليشيات الإرهابية، وأيضا تزويد المسلحين بأجهزة للتنصت والمراقبة. أيضا نقلت تركيا المقاتلين من وإلى سوريا وليبيا، وعالجت بعض العناصر الإرهابية الليبية في المشافي التركية، وقدمت الدعم السياسي والدبلوماسي للإخوان والإسلاميين في ليبيا. وقدمت تركيا أيضا الدعم بالسلاح لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وزودت الإرهابيين بالمعلومات الأمنية والاستخباراتية اللازمة. إذا مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود عقبه لاستكمال باقي فقراتنا من نقاط ساخنة. في 2011 حصلت انتفاضة في ليبيا، حصلت تمرد في ليبيا، حصلت مظاهرات في ليبيا، سميها ما شئت، اطلق عليها ما أردت. يوم 17 فبراير ثاني يوم من هذا الحراك الذي حصل في ليبيا، جميع وسائل الإعلام في العالم في الكرة الأرضية بكاملها اعتبرت أن ما يجري في ليبيا هو إبادة، هو جلب للمرتزقة، هو قتل للمدنيين، هو استعمال للطيران لقصف المنشآت المدنية. قطر حاولت أن تلعب على موضوع العرقيات في جنوب ليبيا، حاولت أن تدعم بعض من إخواننا التبو والطوارق، استضافتهم في الدوحة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي. بفضل الله وحمده تم تحرير الجنوب والترحيب من الأهالي في وقت قصير جدا، والآن الجيش الوطني الليبي يبسط سيطرته الكاملة على الحدود الجنوبية بالكامل، وكذلك يلقى الترحيب والتهليل من إخواننا في الجنوب. أصبح الجيش الوطني مشروع وطني حقيقي لسعادة الدولة الليبية.
أهلا بكم من جديد في فقرتنا الحوارية اليوم والتي خصصناها للحديث عن الدعم القطري التركي للإرهابي في ليبيا، وكيف شاركت الدوحة وأنقرة في زعزعة أمن البلاد، وكيف تشارك الآن في إشعال الشارع الليبي. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا في هذا الاستوديو، سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك سيادة العميد. أهلا. والدكتور عبد الكبير الفخيري وزير التعليم الليبي الأسبق. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. اسمح لي سيادة العميد أبدأ بالدكتور عبد الكبير. دكتور عبد الكبير، أنت كنت تشارك في هذه الندوة التي عقدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان يتحدث عن آخر ما توصل إليه الأوضاع في ليبيا، يعني أهمية هذه الندوة وأن تقام في عاصمة مثل القاهرة. يعني أولا أنا في البداية أحب أن أشكر لكم هذه الاستضافة. ثانيا هذه الندوة جاءت بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في جنوب ليبيا، وكذلك بعد اجتماع أبوظبي بين أهم الفرقاء السياسيين وهو رئيس مجلس حكومة الوفاق الوطني السيد فايز السراج والمشير خليفة حفتر. واعتقد هذه الندوة تم فيها تحليل معمق للأحداث وربما للمستجدات التي نتوقع أنها تحصل في المستقبل القريب في ليبيا. نعم، أهمية أيضا دكتور عبد الكبير وعفوا سيادة العميد، يعني خليني أتحدث مع دكتور عبد الكبير، أهمية أن تقام مثل هذه الندوات وتوعية الرأي العام سواء في مصر أو في الوطن العربي بما يحدث في الداخل الليبي. ما في شك أولا أن المشكل الليبي هو جزء من المشكل العام اللي حاصل في الوطن العربي ككل بعد ما سمي بثورات الربيع العربي، وفي الحقيقة هي تنفيذ لمخطط عام من أجل تقسيم الوطن العربي ومن أجل فرض الهيمنة التوسعية ربما لأعداء العرب على حساب الوطن العربي. فبالتالي موضوع ليبيا هو لا يتجزأ عن الموضوع العربي ككل، وأمن ليبيا مرتبط بأمن مصر، ومصر هي قلب الأمة العربية، وبالتالي أعتقد أنه مهم ومفيد جدا حتى للأخوة في مصر أن يفهموا عمق الأزمة الليبية وتداخلاتها وحقيقة الأوضاع على الأرض في ليبيا. وبالتالي أنا يعني أشكر في هذا المجال الدكتور خالد عكاشة والمركز المصري للدراسات الاستراتيجية لإتاحة هذه الفرصة للقاء أولا مع إخوتنا المصريين من القامات العلمية وللنقاش بشكل معمق حول ما يحصل سواء كان في ليبيا أو بشكل عام ربما اللي يستهدف الوطن العربي ككل. الحقيقة أمن مصر هو من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر، ما في شك يعني. نعم. والأحداث التي تحصل في ليبيا تؤثر سلبا أو إيجابا في الأمن المصري. سيادة العميد خالد، وأنت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الذي نظم هذه الندوة، ما الذي استدعى لتنظيم مثل هكذا ندوات تتحدث عن الأوضاع الداخلية في ليبيا واستضافة مفكرين وربما سياسيين أيضا ليبيين في القاهرة؟ يعني الحقيقة بيحاول المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ان هو يلعب دوره الحقيقي، وهو الوقوف على كافة التفصيلات المتعلقة بمشكلات الوطن العربي فعلا. انا هستعير من كلمات دكتور عبد الكبير يعني مفهوم بان لم يكن الامر ليبيا خالصا، المشهد هو تداعي عربي عام، الخريطة العربية بكاملها بها الكثير والكثير الذي من المهم أن يقال ويستمع إليه من المفكرين ومن من هم يقفون على تفاصيل ما يجري على الأرض. إحنا يعني هذه السنوات للأسف الشديد نعاني من ضخ هائل من المعلومات على مدار الساعة، ربما كثير منا يفوت تفاصيل مهمة وفارقة وتحتاج إلى التعمق فيها بالفعل. المشهد الليبي ليس منفردا ولا هو يعني خاص بذاته بقدر ما هو فعلا جوه منظومة كبيرة ومنظومة أوسع بكثير جدا، وارتباطاته الحقيقة بما يحدث في الإقليم كله ارتباطات قوية جدا،
ولذلك كان من المهم الحقيقة ان المركز المصري يستضيف قامات ليبية محترمة راقية لديها انحياز للوطن الليبي ولديها فكر مرتب ومعمق الحقيقة، لها نبرة هادئة تتحدث بموضوعية شديدة، لذلك كنا حريصين على الاستماع إليهم. كان هناك حضور الحقيقة من الجانب المصري ومن شخصيات ليبية يعني غير السادة الضيوف، الحقيقة كانوا على مستوى عالي ورفيع، أداروا نقاش متميز الحقيقة، الأسئلة والتفصيلات وتقديرات الموقف على الأرض، استشراف للسيناريوهات المستقبلية التي من الممكن أن تساهم في وصول الوطن الليبي والدولة الليبية والشعب الليبي إلى محطة الاستقرار ومحطة الانتصار إن شاء الله على مثل هذه المهددات اللي بتطلنا كلنا الحقيقة، ليست موجهة إلى ليبيا بذاتها بقدر ما هي يعني عندما كنا في ليبيا كان هناك مقولة نرددها دائما ونقول للأشقاء بأن الجغرافيا قد ظلمتكم. موقع جغرافي متميز في قلب الوطن العربي، له حدود مع دول كثيرة جدا من دول عربية وأفريقية، إطلالة واسعة على البحر المتوسط، جميعها ميزات استراتيجية، لكن للأسف الشديد هي جلبت عليه كم كبير من المخاطر ومن الأطماع. إن شاء الله بمجهود الأشقاء في ليبيا وبجهود الوطنيين والجيش الوطني الليبي سيستطيع في النهاية بعد هذه السنوات الصعبة أن ينجو. نعم سيد العميد، دائما هذه هي فائدة والدور المنوط به من هذه المراكز، مراكز الأبحاث والدراسات. دكتور عبد الكبير، تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن الدور والدعم القطري والتركي للجماعات الإرهابية في ليبيا وما أحدثته هذه الجماعات من خراب وتدمير ومن انشقاق سياسي وأمني في ليبيا. دعني أتحدث معك عن طبيعة هذا الدور الذي قامت به الدوحة في دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا منذ عام 2011 حتى الآن. الحقيقة يعني الوضع في ليبيا ربما أو الأحداث التي حصلت في 2011 في ليبيا تختلف كليا عما حصل في تونس وفي مصر. منذ البداية الحقيقة كان هناك توجه إلى مداهمة المعسكرات ومداهمة مراكز الشرطة وبالقوة. تحدث عدد من أعضاء المجلس الانتقالي التي كانوا في قيادة الأحداث في 2011 وأن أغلب الإصابات والضحايا الذين سقطوا في البداية كانوا برصاص من الخلف، هذا لأنه وأنا كنت جزء من الدولة الليبية في ذلك الوقت، الأوامر كانت صارمة بعدم إطلاق النار على أي متظاهر. الحقيقة تم شيطنة النظام في ذلك الوقت من خلال الأدوات الناعمة التي تمتلكها قطر، من خلال القنوات الجزيرة والقنوات المختلفة الأخرى، بأن النظام يقتل في شعبه، بأن النظام يقصف بالطائرات، بأن هناك قتل، وكانوا بالضرورة أن يبينوا هناك قتل. الحقيقة الجماعات التي كانت منظمة هي ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات والجماعة الليبية المقاتلة، أدخلوا من خلال قطر كثير من الدعم الذي كان يأتي حتى في أثناء الأحداث. في البداية كان مكتوب عليه الهلال الأحمر القطري، وفي الحقيقة هو أسلحة، يعني ليس كان المفروض يكون دعم أدوية وغذاء، وفي داخل هذه الصناديق وجد أسلحة والكثير منها موجود في من خلال اليوتيوب يمكن مشاهدتها للجميع. وبالتالي الدور القطري كان من البداية الحقيقة كان طموح أكبر من هذه الدويلة القزمية التي يعني نحن نعرف جميعا أنها يعني جاءت أو على الأقل عرفها العالم قبل 20 أو 30 سنة. ربما من خلال الأموال ولا من خلال التوسع الإعلامي حاولت أن تسيطر وتلعب دور أكبر بكثير من حجمها، وبالتالي منذ البداية كان دور القطري دور سيء للغاية كما ذكرتم في المقدمة. الحقيقة هم من لمعوا قادة الجماعات الإسلامية، هم من لمعوا عبد الحكيم بالحاج ومن خلال الجزيرة ووصفوه بقائد الثوار وعملوا له يعني مداخل كثيرة في طرابلس أثناء الأحداث.
كذلك لجماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم علي الصلابي ومجموعة أخرى مكنوهم الحقيقة من البداية في المشهد السياسي بعد أحداث 2011، وحتى رئيس حكومة المجلس الانتقالي في ذلك الوقت الدكتور محمود جبرين أكد عندما انتهت الأحداث ومحاولة إعادة تنظيم الجيش الليبي رفض ذلك الأمر من أمير قطر الأمير حمد في ذلك الوقت، وقيل له أن الجيش وقوات الأمن ليست لك، يعني أنت عليك أن تهتم بالقضايا الأخرى. وهذا واضح، تدخل يعني التدخل القطري في ليبيا كان من البداية وإلى حد الآن مستمر. لكن خلينا ننتقل بالسؤال لسيادة العميد. سيادة العميد، هذا الدور الكبير لقطر في دعم الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة في ليبيا لم يكن مكشوفا، لم يكن مفضوحا للمجتمع الدولي؟ يعني لم يكن مفضوحا بقدر ما كان مدعوما من المجتمع الدولي الحقيقة ومسموحا به، ويراد له أن يتوغل ويتعمق في كافة الملفات. ربما كثير من المشاهد التي ذكرها دكتور عبد الكبير لمحنا مثلها هنا في مصر ولمحنا مثلها في تونس، ولذلك ربما اتفقنا سويا حول أن لم يكن ما يحدث في ليبيا بعيد عن المشهد العام، كان متكررا أيضا، كان موجودا في سوريا وبقوة ولا يزال. كان يراد لهذا الدور أن يمرر، وكان هناك غطاءات، لم يكن أحد يعني يقف في وجه قطر لكونها هي خادمة تنفذ أجندة لمجموعة من الدول، لكافة الأطماع في الدول كما أشرنا منذ قليل. هناك من نجا مثل مصر بحمد الله في 30 يونيو 2013، وليبيا وهي في الطريق منذ انطلاق عملية الكرامة في 2014، وبداية الانبعاث الثاني للجيش الوطني الليبي. وهناك من لا يزال يعاني من هذا الدور. المجتمع الدولي حقيقة كان يستهدف أن تبقى هذه الأزمات مفتوحة، تستنزفنا جميعا، تستنزف أوطاننا. هناك صراع مكشوف على ثروات الوطن العربي من دون شك، ليبيا أحد ضحايا هذه المطامع في ثروة الشعب الليبي والوطن الليبي، وهذا سبب من أسباب يعني استهداف إطالة الأزمة إلى أطول مدى ممكن. التلميع الإعلامي والوسائل الحديثة من الترويج لشخصيات بعينها معلوم تاريخها الإرهابي في سجلات الإرهاب الدولي وليس في داخل ليبيا، من ذكر الآن علي الصلابي وعبد الحكيم بالحاج وغيرهم، هم على قوائم الإرهابيين الدوليين في نشاطات عالمية وليست نشاطات ليبية فقط، هم يحملوا الجنسية الليبية. لكن مثلما بزغت القاعدة في التسعينات وفي الألفية وكانت تضم جنسيات من مختلف دول العالم، كانوا هم قياديين بارزين ويعملون داخل هذه المنظومة، لكن سرعان ما حاول أو يعني تعمد المجتمع الدولي أن يخفي هذه الخلفيات الإرهابية. وإذا بنا نجد مثل هؤلاء يراد أن يسوقوا باعتبارهم زعماء سياسيين وقادة، كلمة المقاومة وكلمة الثوار كانت كلمات يعني رخيصة ومجانية تعطى لكل من يراد له أن يتصدر المشهد. لذلك قطر كانت تعمل بمنهج وبخطة محكمة، لم يكن الأمر هزليا، وحجم الأموال الذي أنفق والمليارات التي أنفقت التي نهبت أولا ثم أنفقت فيما بعد يشي بأن الأمر كان مخططا محكما ولم يكن مجرد مطامع عابرة. ولعل الحظر المفروض ولا مازال مفروض على الجيش الليبي الوطني، وخير دليل على ما ذكرت. سنكمل هذا النقاش، لكن اسمحوا لي نذهب إلى فصل قصير ونعود لاستكمال هذه الفقرة من نقاشنا حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا بعد فاصل قصير.
تحالف الشيطان. هكذا كان الدور القطري التركي في الأراضي الليبية بعد أحداث ما سمي بالربيع العربي التي جاءت على المنطقة بالخراب والحروب الأهلية التي ما زالت مستمرة حتى الآن. دور جاء للعبث في أمن البلاد من أجل تحقيق المصالح. الجنوب الليبي، تلك المنطقة كانت هدفا رئيسيا للأيادي الخارجية التي سعت لاستغلال مميزات تلك المنطقة، سواء فيما تحتويه من ثروات أو موقع استراتيجي تعود أهميته إلى جوانب عدة، أهمها محاصرة مصر من الجهة الغربية، وخصوصا في الوقت الذي تخيلت فيه أنها تستطيع الاستيلاء على الدور المصري في المنطقة بعد أحداث 25 من يناير. السلاح يأتي من تركيا والأموال من قطر. هكذا دعمت الدوحة وأنقرة إثارة الفوضى في الجنوب الليبي الذي شعر الكثيرون بصعوبة السيطرة عليه في الوقت الحالي بسبب الفوضى والتوتر فيه، إلا أن الجيش الوطني الليبي وعلى عكس كل التوقعات استطاع خلال فترة وجيزة السيطرة على نحو 80% منه، في خطوة أحبطت الآمال التركية والقطرية بمساندة من دول الإقليم العربي وعلى رأسهم مصر التي عادت من جديد إلى الساحة الدولية بقوة مستعدة دورها الذي طالما لعبته. مشهد جديد وتطورات متلاحقة أبرزها تقدم سيطرة الجيش الليبي في علامة ربما تذهب بنا إلى حل في البلاد التي أرهقتها الخلافات واستغلها الإرهاب. فهل نحن على مشارف مرحلة جديدة تشهد عودة ليبيا، أم الأيادي الخارجية ستمارس دورها كالعادة في إعاقة طريق العودة إلى الاستقرار من جديد؟ إذا ما زلنا مشاهدين الأعزاء في هذا النقاش حول الدعم التركي والقطري في الأزمة الليبية ودعمهم للميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا. ونعود مرة أخرى إلى دكتور عبد الكبير الفاخري وزير التعليم الليبي الأسبق. دكتور عبد الكبير، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن هذا الدعم الليبي، لكن ما الذي تغير مؤخرا حول هذا الدعم؟ هل استطاعت الدولة الليبية، هل استطاع تحديدا الجيش الوطني الليبي في الحد من هذا الدعم الليبي التركي للجماعات المتطرفة الإرهابية، خصوصا بعدما يعني أصبح الجيش الليبي يسيطر على مناطق كبيرة ومتعددة وشاسعة من ليبيا، تحديدا مؤخرا الجنوب الليبي؟ الدعم القطري. القطري. الحقيقة يعني في خاصة في جنوب ليبيا كان هناك جهد من خلال إتكال النعرات العرقية والنعرات القبلية وحصل نزاع. طبعا بعد 2011 الحقيقة انتهت الدولة، لا توجد قوات مسلحة أساسية، لا يوجد مراكز للشرطة، لا يوجد قضاء يشتغل، لا يوجد، وبالتالي كل المسائل الخلافية أو المسائل التي تحصل فيها خلاف بين الأفراد أو بين الجماعات يتم حلها بشكل ودي من خلال شيوخ القبائل ومن خلال القيادات المدنية البالغة بشكل عرفي. بشكل عرفي بالضبط. دائما هناك يعني محاولات لاستدعاء رؤساء القبائل في قطر وفي الدوحة للتدخل في بعض القضايا، حتى القضايا الاجتماعية، وحصل نزاع كبير بين اخوتنا التبو والطوارق، وتم في الحقيقة توقيع صلح بينهم في الدوحة يعني في 2015، في نهاية 2015. لكن هذا الصلح الحقيقة لم يرى النور إلا بتدخل قوة محايدة ليبية من خلال قوة من قبيلة الحساونة، وهي قبيلة كبيرة موجودة في الجنوب الليبي. الآن قدوم الجيش ما في شك سيحد من ذلك. سيطرة الجيش بهذا السرعة يدل على أولا الناس في الجنوب كانوا في وضع يعني وضع صعب جدا من الناحية المعيشية، الظروف الحياتية كانت صعبة للناس. منذ 2011 انتهت الدولة بشكل رسمي، الناس يعني تحل مسائلها الحياتية بشكل ذاتي، وبالتالي وحصلت يعني مشاكل كثيرة خاصة في الجانب الأمني. الناس ليست آمنة، يعني الناس تتحرك، أنت تعرف الإقليم فزان العاصمة له هي سبها، هي المركز الإداري الأساسي، هي التي يوجد بها فرع لمصرف ليبيا المركزي، يوجد بها تجمع لعدد من الكليات الجامعية، وبالتالي أبناء الناس أغلبهم يدرسوا في جامعة سبها، يوجد بها مركز طبي، يعني من يحتاج إلى العلاج والتداوي لابد يعني للعمليات الكبرى لابد أن يأتي إلى سبها. لكن نتيجة لانعدام الأمن
كل ذلك أدى إلى أن الناس أصبحت تفقد في الأرواح باستمرار. أنت ممكن أن يتم خطفك أو يتم سرقتك وأنت في الطريق وأنت حتى في داخل مدينة سبها للأسف. يعني هذا خلى الناس تبحث عن من يوفر لها الحماية. حاولت الحكومة السابقة من خلال قوة كانت تسمى القوة الثالثة، لكنها في الواقع كانت ميليشيا لم تتدخل في الخلافات الاجتماعية، كانت بعيدة وفي كثير من الأحيان كانت طرف، وبالتالي الناس طلبوا مغادرتها للجنوب، وكانوا الناس ينظرون إلى الجيش الوطني باعتبار أنه جيش عقيد، يعني جيش محترف عقيدة وطنية. الكثير من أبناء الجنوب انضموا إلى هذا الجيش، وهو جيش الحقيقة يعني تم تكوينه بشكل محترف من عهد المملكة إلى عهد الجماهيرية، جيش نظامي بالضبط، هو جيش مستمر الحقيقة، وبالتالي كان الناس تنتظر في قدوم هذا الجيش. وبالتالي عندما توجه الجيش في منتصف يناير الماضي إلى الجنوب تم استقباله من الناس بشكل كبير. أنا أقول لك أكثر من 90% من الناس كانت مرحبة بقدوم هذه، وشكلت غطاء اجتماعي مساند للجيش، وبالتالي الجيش استطاع أن ينتشر بسرعة الحقيقة، ولم يواجه حتى العصابات الخطف والابتزاز وكذا، كلها اختفت، الكثير منها سلم سلاحها والكثير منها اختفى. المواجهة تمت الحقيقة مع العصابات أو قوات التمرد التشادية، وأنتم تعرفوا أن قادة قوات هذه التمرد موجودين في قطر، يعني أحد الأذرع الرئيسية لقادة التمرد هو موجود في قطر، ويدير في قتالة ضد الحكومة التشادية من الجنوب الليبي، اللي هو تيمان أرديمي. تيمان أرديمي بالضبط. وحصل حتى وكانوا جزء من قادة هذا الفصيل موجودين في سبها، وحصل صراع بين الفصيل في ذاته، انشقاق لبعضهم، وتم قتل عدد من قادة هذا الفصيل في مدينة سبها، وبالتالي كان تمركزهم ما بين سبها ومرزق. ولهذا الجيش لما توجه الى مرزق ربما مواجهاته بعض المواجهات كانت في حقيقتها اغلبها مع القوات التشادية ومع عناصر، وبالتالي يعني سيطر الجيش الوطني الليبي على مساحات شاسعه من الجنوب او كل الجنوب الليبي. سيادة العميد، أهمية أن يسيطر الجيش الليبي على مناطق واسعة ومنتشرة في ليبيا، وما الدلالة التي يجب أن تصل إلى قطر وتركيا من هذا التوسع وهذا الانتشار للجيش الوطني الليبي في خطوة لا أقول مفاجئة لكنها خطوة متناقضة لما يقدم عليه أو تقدم عليه قطر وتركيا؟ يعني الحقيقة الجيش الوطني الليبي قولا واحدا هو الذراع القوية لكسر كل هذه المخططات التي تحاك لليبيا من خارج ليبيا. يعني هو المكون الوطني الحقيقي القادر على استعادة التراب الليبي إلى عهدة المواطنين الليبيين وحدهم من دون أي تدخلات. نعم. بذكر يعني المعارضة التشادية أو القوات المتمردة التشادية، عدم وجود القوات المسلحة الليبية في الجنوب الليبي الحقيقة أدخلته في فوضى عارمة، وصلت إلى أن تكون هناك مجموعات ليست بجنسيات ليبية هي معارضة تشادية، قيادتها أيضا للمفارقة أنها موجودة في الدوحة أيضا. يعني تيمان أرديمي حضراتكم هنا زعتوا ملخص في البداية عن نشاطاته وعن حياته، وهو يدير عدد كبير من الميليشيات جميعها تشادية الجنسية وجنسيات أفريقية أخرى ليس من بين صفوفها ليبيين على الإطلاق، ومع ذلك كان يراد مما يخطط في الخارج في قطر وفي تركيا وفي غيرها من العواصم أن تكون الأرض الليبية هي ساحة للنزاعات، يعني للنزاعات ولاستنزاف الموارد الموجودة ولتهديد سكانها. الحقيقة يعني سكان الجنوب هم من دفعوا الضريبة الباهظة لسنوات الفوضى وسنوات
الانكشاف الأمني الذي كان موجودا في هذه المنطقة. لذلك عندما دخل القوات المسلحة الليبية أو وصلت إلى أماكنها في الجنوب واستطاعت أن تفرض سيطرتها الكاملة على مساحات شاسعة الحقيقة من الأراضي. الجنوب الليبي يتميز بمساحة كبيرة جدا جدا وحدود طويلة. الدكتور عبد الكبير أشار لنقطة شديدة الأهمية وهي الظهير الاجتماعي المرحب والمواطنين الليبيين الشرفاء الأبناء وأصحاب هذه الأرض الحقيقية هم من كانوا السند الرئيسي للقوات المسلحة الليبية، وهما الاثنان هو طرفي المعادلة اللي من الممكن المراهنة عليهم في كسر المشروع القطري والتركي وقطع الأزرع الممتدة داخل الأراضي الليبية. لا يوجد سوى القوات المسلحة الليبية وأبناء الجنوب الليبي لو بنتحدث عن الجنوب على وجه التحديد، يعني هو احنا من هنا في مصر الجيش والشعب يعني بالضبط. والحقيقة أنا على المستوى الشخصي شفت دوت في مدينة بنغازي، يعني كان لم يكن القوات المسلحة الليبية قد وصلت إلى الجنوب وكانت منخرطة في الحرب على الإرهاب اللي خاضتها بشرف الحقيقة، ومعركة يعني معركة الكرامة ستذكر في التاريخ الحقيقة، لأن إمكانيات التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الليبي كانت قد وصلت إلى ما يشبه ما هو عليه الوضع في سوريا. يعني كانت ميليشيات عملاقة عدديا وإمكانيات وتسليح وسيطرة على المدن واختطاف سكان الشرق بالكامل كرهينة لهذه التنظيمات، وكانوا يسيطروا على عدد كبير جدا من المدن اللي موجود فيها مدنيين موجود فيها سكانها الأصليين. الحقيقة مسألة كسر شوكة الإرهاب في الشرق الليبي كان عمل عسكري وعمل أمني شديد الأهمية وقلب المعادلة وقلب الموازين تماما بقدرات القوات المسلحة الليبية، ولذلك كان دخولها للجنوب الحقيقة منطقيا. وكان من المهم أن يكون هناك تمركز للقوات أو الجيش الوطني الليبي، وكان في بنغازي. هذا صحيح، يعني بدأ في بنغازي واستقر فيها وطهرها تماما من كافة التنظيمات الإرهابية. جماعات كنا نتحدث في بنغازي عن جماعات تابعة للإخوان المسلمين، جماعات إرهابية وميليشيات تابعة للإخوان المسلمين، مجموعات تابعة للجماعة الليبية المقاتلة وهي الفرع القاعدي فرع القاعدة، وينضوي تحتها كتير من فروع القاعدة الحقيقة، فضلا عن المكون الجديد الذي كانت تغذيه تركيا على وجه التحديد من الخارج وهو الفروع الداعشية التي كان يراد أن يتم تأسيسها داخل الشرق الليبي. الجيش الليبي الحقيقة علشان كده بنقول يعني سيكتب في التاريخ فعلا وستحلل هذه الفترة بإشادة كبيرة جدا لما قام به القوات المسلحة وأبناء الضباط والمجندين الليبيين، إن هم قدروا يكسروا إمكانيات هذه المكونات الثلاثة الإرهابية اللي كان درجة التسليح لا يتصورها عقل لهؤلاء، تدفق أموال يصل إليهم من الخارج بلا حساب. بالأمس في ندوة المركز المصري لفكر الدراسات الاستراتيجية الحقيقة الأشقاء في ليبيا ذكروا معلومات الحقيقة شديدة الأهمية حول عدد السفن التي كان يتم دفعها من تركيا محملة بالذخائر والسلاح ونترات الأمونيوم والمواد المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، عدد كبير جدا. احنا على المستوى الرصدي كنا يعني تابعنا 4 أو 5 حالات، واذا بينا بالامس نفاجأ بان الاشقاء في ليبيا يذكرون بان ما يزيد عن 50 سفينة. سنتحدث على هذا الدور التركي في دعم التجمعات والتنظيمات الارهابية في ليبيا ودورها في هذا الخراب الذي يحدث في ليبيا، لكن يعني دعني اعود الى دكتور عبد الكبير. دكتور عبد الكبير، في بداية هذه الحلقة ذكرنا ان هناك كان هناك في تركيا اجتماع بين مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض العناصر الإرهابية وتحديدا إسلام الغمري وهو مصري وهو أحد أعضاء الخلية الإرهابية التي خططت لاغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 95، وأيضا الإرهابي هيثم غنيم وهو مدان في قضايا إرهابية. وإن كان الموضوع ليس معني بليبيا في الأساس، لكن ربما يعطي دلالة معينة. ما الدلالة التي ربما تحاول تركيا إيصالها إلى المجتمع الدولي في أنها أيضا لا تتورع في نشر مثل هكذا اجتماعات ولقاءات مع عناصر إرهابية مدانة؟ الحقيقة ليست العناصر أو عناصر الإخوان المسلمين من مصر فقط متواجدين في تركيا، بل العناصر
يعني كنت اقصد هذا الاجتماع الذي نشاهده حاليا. نعم نعم، هي بعض الصور لياسين اقطاي وعدد من العناصر الارهابيه المصريه في تركيا. الحقيقه تركيا الان توفر غطاء وتوفر مكان لاجتماع هذه العناصر من كل الساحات. الان علي الصلابي وهو زعيم الاخوان المسلمين في ليبيا، وحتى عبد الحكيم بالحاج الان موجود في، والجماعه الليبيه المقاتله، وعدد كبير من العناصر الليبيه موجودين في تركيا، ويعني ليس تواجدهم هناك فقط، ولكن يقيموا في الاجتماعات و يجلبوا في عدد كبير من الليبيين للقاء في تركيا من اجل تنفيذ مخططات داخل الاراضي الليبيه. صور ممنهجه سياده العميد، عايز تعليق من حضرتك على هذه الصور. يعني صور ممنهجه عن اجتماعات طبعا. رسميه صحيح. عن شخصيات صحيح. عن شخصيات تركيه رفيعه المستوى. ده ياسين اقطاي مستشار رئيس تركيا، مستشار الرئيس التركي ونائب حزب صحيح. العداله صحيح. والتنميه صحيح. يعني هذا الشكل الممنهج الحقيقه كما اشرنا منذ قليل هو يعني ليس مصريا خالصا. هذا المشهد الذي نراه الان بوجوه مصريه هو يتم ايضا نظيره بوجوه ليبيه بالزبط. وبوجوه سوريه صحيح. وتونسيه، ويعني الحقيقه هذا النسق ربما احنا يعني واحنا بنتابع واحنا بنشوف احنا بينقل لنا ان هذا الامر هو منهج يعني مش بس بعض العناصر الإرهابية المدانة في قضايا إرهابية مؤخرا، لكن أن يتم الاجتماع مع أحد المدانين في قضية من 95، قضية إرهابية من 95 وهو مدان، متهم مدان، يعني الموضوع أبعد من أبعد بكثير. ومثلما ذكرنا منذ قليل عبد الحكيم بالحاج، ما هو كان على لائحة الاتهام الدولية، على لائحة الإرهابيين الدوليين في تنظيم القاعدة. الآن هو ملياردير ويسوق له باعتباره رجل أعمال ورئيس حزب سياسي وكذا. يعني بنفس التاريخ ما تتحدث عنه حضرتك في 95 كان في هذا التوقيت عبد الحكيم بالحاجة وزراع رئيسي من أزرع أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة، شخصية قيادية صحيح. متقدمة أوكل إليه أن يترك أفغانستان ويصل إلى الداخل الليبي لتأسيس فرع لتنظيم القاعدة في داخل ليبيا، وتم إلقاء. طيب المجتمع الدولي الذي يتحدث عن حقوق الإنسان والذي ربما يعني ينادي بحقوق الإنسان، أين هو من هذه الصور؟ أين هو من هذه الاجتماعات التي تبث والتي يعني تنشر ربما حتى في وكالات أنباء تركيا رسميا؟ يعني احنا بنتحدث عن شخصيات رسمية، عن نسق الدولة الرسمي التركي وهو يفتح والعلم التركي ورئيس التركي، صورة الرئيس التركي موجودة، اجتماع رسمي، مكاتب رسمية. نحن لا نتحدث عن لقاءات في الظلام ولا لقاءات مخابراتية ولا حاجة. يعني لقاءات قبل عدة أشهر تم اجتماع لهيئة علماء كبار المسلمين، ما يسموه وهي الغطاء الشرعي لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، بعدد بآلاف في تركيا، وكان بحضور كل يعني عدد من المسؤولين الأتراك، وكان بشكل علني. وبالتالي يعني أنا لا أستغرب هذه الصور ولا أستغرب هذه اللقاءات، وأعتقد كيف ما قال الدكتور خالد هي 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 ليست خاصة في مصر فقط، ولكن يعني تركيا الآن غطاء، وهناك حلم بعودة العرش التركي والولاية التركية للسيطرة على 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 الوطن العربي ككل. لكن الهزائم التركية تبدو متلاحقة حاليا. للأسف صحيح، نعم هذا صحيح، وهذا هذا صحيح، سواء ولكن في سوريا في ليبيا صحيح. حتى يعني صحيح. وربما يفسر هذا الهجوم الشرس من أردوغان على الرئيس المصري أو على الدولة المصرية. ما في شك، هو أولا 30 يونيو كسرت الحلم التركي في الوطن العربي، هذا لا شك في ذلك، وبالتالي ومصر هي قلب العرب وهي الأساس، فإذا وبالتالي عدم سيطرتهم على مصر، من هنا بدأ يتحطم المشروع التركي الإخواني في الوطن العربي. الآن انتصر الشعب السوري كذلك في سوريا برفضة لكل الإرهابيين والذين دخلوا كلهم عن طريق تركيا الحقيقة، يعني كلهم دخلوا عن طريق وهذه تركيا. وهذه ليست اتهامات، لكن حتى هناك وقائع مصورة وهناك وثائق رسمية تدل على هذا الدعم. سيد العميد، حضرتك كنت تتحدث على الدعم التركي للجماعات الإرهابية في ليبيا، ما هو طبيعة هذا الدور سواء لوجستيا أو ماليا أو حتى دعم للأفراد؟ يعني بداية أول ملامح هذا الدعم أن تركيا كانت تقوم باستجلاب الشباب العربي من ليبيا
بجنسيات متعددة ومتنوعة وشباب إفريقي أيضا من دول أفريقية كي تنقلهم إلى سوريا. يعني بمناسبة الحديث عن سوريا شاهدنا ذلك بأعيننا في مدينة بنغازي، المرافق الاصطناعية التي كانت يتم تجهيزها على السواحل الليبية كي يركب هؤلاء الشباب يتم نقلهم عبر سفن تركية إلى إسطنبول، ومنها ومن الأراضي التركية يتم دفعهم إلى داخل سوريا كي ينخرطوا في التنظيمات الإرهابية. ده أول مشهد الحقيقة يعني كان لافت للانتباه بقوة، وكان يؤشر على ما ستقوم به تركيا في المستقبل، أنها لم تكتفي بإيذاء المعادلة الأمنية الليبية بهذه الطريقة، بل بدأت ليس في الاستيراد بل بدأت في تصدير العناصر في مرحلة لاحقة. عندما تعثر الإرهاب في سوريا بدأت تعيد هؤلاء وتدفع بهم إلى الداخل الليبي. هؤلاء يعودون بأموال، بسلاح، بمن يديرينهم، يديرون العمل لهم على الأرض في مثل هذه أو كما مثل هذه الصور التي شاهدناها منذ قليل في اجتماعات رسمية يتم وضع المخططات وإعطائهم بالتكليفات على المناطق التي يتم السيطرة عليها، على الأماكن أو المدن التي حاولوا الدفع بهم. كانت سرت أحد المدن التي يعني خطط لتنظيم داعش أن تكون موطئ قدم لي في على الساحل الليبي، استغلال لموقعها الاستراتيجي واستغلال لأهميتها الاستراتيجية على الساحل المتوسط حقيقة، وانهزموا فيما بعد تحت أقدام الجيش الوطني الليبي أيضا. الأموال والسلاح عندما نتحدث عنهما هما يعني إكسير الحياة للتنظيمات الإرهابية، ولم يكن يعوز الموجودون في ليبيا يحملون السلاح تدفق هائل جدا. وتحدثنا منذ قليل حول السفن التي تم ضبطها بمعرفة السلطات الليبية، سلطات الجمارك الليبية ضبطت أكثر من سفينة بالصوت والصورة، القوات المسلحة الليبية ضبطت أكثر من سفينة مسجلة بالصوت والصورة ومعلوم خط سير السفن وأنها أبحرت. البعض كان يحاول أن يموه وجهته ان هو يتم تحميله من اماكن او مواني اخرى علشان لا ينكشف دوره، لكن البعض منها كان يبحر من مواني تركية صريحة ويرفع اعلاما تركية ويحاول ان يتسلل الى السواحل الليبية على البحر المتوسط ويقوم بالدفع بهذه الكميات الهائلة. بيانات القوات المسلحة والقيادة العامة للجيش الليبي الحقيقة عرضت علينا خلال العام 2018 أكثر من واقعة. وده كان سؤالي يا أحمد المسماري المتحدث باسم عفوا الجيش الليبي، يعني عرض يا دكتور في أكثر من مؤتمر صحفي هذا الدعم اللوجستي التي تقوم به الدولة التركية لعدد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا. هل من رد فعل المجتمع الدولي على هذه الاتهامات او هذه الحقائق، دعني اقول وليس مجرد اتهامات، يعني دعني اضيف لك انه ليس الدعم فقط، انما الحقيقه منذ 2011 تمت السيطره كذلك على الخزانه الليبيه. يعني مليارات تم توجيهها لما يسمى بالدروع، وهي كانت محاوله لتشكيل بديل عن الجيش الوطني الليبي. كانت هناك معسكرات للتدريب، يعني زي ما ذكر الدكتور خالد، هذه المعسكرات من كل أنحاء أفريقيا وخاصة من تونس ومن بعض الشباب الأفارقة الآخرين يأتون إلى ليبيا، يتم تدريبهم داخل ليبيا وبجهد تركي قطري، ويتم بعد ذلك مغادرتهم ليبيا إلى تركيا، ومنها يدخلون إلى الأراضي السورية. الآن للأسف الطريقة رجعت، الآن يصدرون كما ذكر الدكتور إلى 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 ليبيا، سواء كان عن طريق طيران الأجنحة الذي يعني له رحلات منتظمة بين تركيا والعدد من المطارات الليبية، أو حتى عن طريق الجنوب الليبي من خلال السودان. الحقيقة يتم دفعهم هناك، نحن نعرف الاتفاقيات اللي ربطت بين السودان وتركيا في الفترة الأخيرة، وهم يأتون باسم الاقتصاد وباسم التجارة، ولكن في واقع الحال يأتوا لكي يدخلوا من خلال الحدود الجنوبية. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه هذا المجهود سيستمر، وأتوقع أن لكن
الوقفة الحقيقية ما بين الجيش الوطني الليبي وما بين التحام الليبيين معه نعم، لكن يبدو أن يعني السودان مؤخرا عملت على ضبط الحدود بشكل كبير، ضبط الجنوب بشكل كبير سواء في مصر أو في ليبيا. لكن دعنا نتحدث عن تركيا وعن قطر. نعم. والدور الذي تقوم به هاتين الدولتين ضد ليبيا ودعم المؤسسات الليبية الرسمية ودعم التنظيمات الإرهابية. كنت أسأل حضرتك برضو يا دكتور، يعني المجتمع الدولي لماذا يقف مجرد متفرج أو شاهد؟ أين المنظمات الدولية؟ أين الأمم المتحدة؟ لا أدري إذا كانت المؤسسات الليبية قدمت شكوى الأمم المتحدة بما تقوم به قطر وتركيا أم لا؟ أولا لا توجد مؤسسات ليبية حقيقية، يعني لكي أستطيع، يعني أولا ما موجود في غرب ليبيا هم مسيطر عليه من قبل الإخوان المسلمين، يعني في الدولة العميقة الليبية الآن كل السيطرة الكاملة هم لهؤلاء. ثانيا أعتقد أن ما يقوم، يعني كما ذكر الدكتور خالد في البداية، ما تقوم به تركيا وقطر يخدم المخطط العام المراد للوطن العربي، وبالتالي لا أعتقد أنه سيثار كثيرا على المستوى الدولي. حقوق الإنسان وموضوع يعني هذه شماعة تختار لنا فقط عندما نحن نحاول أن نقاوم عن أنفسنا، ولكن يعني ما يحصل الآن، يعني عشرات السفن وتم كشفها وعدد منها سجلها النائب العام الليبي سواء كانت في الخمس أو في مصراتة، وكانت محملة بالأسلحة وموجودة وبأسلحة بأعداد هائلة، والعالم كله تفرج على ذلك، ولكن لم نرى شيئا. يعني سمعنا عن حكومة الوفاق الوطني عن تحقيق، لكن لم نرى نتائج هذا التحقيق. ثاني عندما اكتشفت هذه المسائل، ثاني يوم كان وزير الخارجية التركي في طرابلس، لا أدري للملمت هذا الواقع أو لتخطيطه، ولكن أنا لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيهتم بهذه القضايا، لأن يراد للأزمة الليبية الاستمرار بهذا الشكل. نعم سيادة عميد، ما المصلحة، ما الفائدة، ما الاستفادة التي تعود على قطر وتركيا من دعم هذه الجماعات؟ وكنا نتحدث منذ قليل عن حتى تشاد الجماعات المعارضة والمسلحة في تشاد تستضيفها الدوحة، وقادة هذه الجماعات يعني تقيم في الدوحة. من دون شك هو البحث عن النفوذ وعن المصالح، مساحات أوسع من النفوذ والمصالح تسعى إليها هذا المحور الإخواني، هو مشروع عالمي بامتياز. عندما نتحدث عن ليبيا كنموذج اليوم ونجد الكثير من المشاهد قريبة جدا من مصر وتابعنا البعض منها، كان يراد لسيناء على وجه الخصوص أن يجري فيها هذا الأمر، وهو ما استدعى مباشرة تدخل القوات المسلحة المصرية والانخراط في مكافحة الإرهاب عندما وجدت أن الأمر يعني يراد له أن يكون له نسخ متعددة في كل دولنا العربية. بالنسبة لليبيا صراع على الثروة وعلى استنزاف الوطن الليبي من دون شك، ونعود للموقع الجغرافي والذي هو يعني لا يقل أهمية عن الثروة الليبية التي يحاول استنزافها بوضع ليبيا في مساحات من الفوضى ومن الاضطراب وغيره، ويقطع الطريق على أي شكل من أشكال التسويات السياسية التي تعيد الدولة الليبية بصلابتها وبمؤسساتها الوطنية القادرة على مجابهة العالم. كما كنت حضرتك تسأل إن ليه المجتمع الدولي كل الساعين بشرف نحو استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها، هم يريدوا أن يكون هناك دولة قادرة وقوية تفرض كلمتها على العالم وتستحس المؤسسات الدولية لاتخاذ ما يلزم وللاطلاع بدورها. فمن يقطع الطريق على ذلك؟ وجميعنا لم ننسى الانسحاب نائب الرئيس التركي من مؤتمر باليرمو، وكان يعني انكشافا فاضحا حقيقة، يعني لم يكن هو المؤتمر الذي يلبي الطموح الكامل، لكنه كان خطوات نحو التسوية ونحو ترتيب الأوضاع المستقبلية ونحو البحث عن تواريخ زمنية لإجراء انتخابات ولاستعادة المواطن الليبي لسلطته في اختيار نوابه وفي اختيار حكومته ورئيس والقادم
إذا بنائب الرئيس التركي عندما وجد الأمر يحدث به ما يشبه التوافق وهناك إرادات حقيقية تتشكل أعلن هناك تجاهل للدور التركي أو لصورة الدولة التركية طبعا لا وغير التجاهل الحقيقة هو كان يريد تفجير المؤتمر من الداخل وأعلن ذلك بوضوح وحاول بكل السبل وبكل الوسائل أن يفجر المؤتمر من داخله ويقطع الطريق على ذلك وخرج بتصريحات علنية هي الأخرى ليست في السر ولا في الغرف المغلقة وتحدث إن لم تتواجد تركيا في أي مساحات للتسوية المستقبلية بالنسبة لليبيا فهي ستقطع الطريق على هذه التسويات هي معادلة تجيب على سؤال حضرتك الحقيقة حول أن هذه الدول هي تعمل وفق مشروع عالمي مشروع إذا كان هذا الأمر لا تربط ليبيا بتركيا لا حدود مشتركة حتى يمكن الحديث مثلما سوريا أو غيره لا تربطها علاقات ولا يوجد مسوغ لهذا الاهتمام على الإطلاق إذا تحدثنا عن دول الجوار ربما يكون الأمر منطقيا دول شقيقة جميعها يهمها ليبيا وليبيا تهتم بها كما الدول تهتم بليبيا علاقات مصاهرة مصير واحد معادلة أمن واحدة ما بيننا جميعا من مصر حتى المغرب في القلب منها ليبيا وتونس يعني واسمح سيادة العميد بما أن حضرتك ذكرت دول الجوار كان منذ يومين تقريبا هناك اجتماع في القاهرة لوزراء خارجية دول الجوار الليبي مصر و مصر والجزائر وتونس بالإضافة إلى ليبيا وتم التحدث حول المشكلات والخلافات السياسية التي تحدث في ليبيا وتم ربما التوافق على حول عدد من المبادئ من ضمنها رفض التدخل الأجنبي في الداخل الليبي وفي الخلافات الليبية أيضا كان هناك حوار في أبوظبي ومفاوضات في أبوظبي بين ربما كما ذكرت دكتور أكبر طرفين في هذه الأزمة الليبية وتم الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية مباشرة ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية سؤال حضرتك دكتور عبد الكبير هل البيئة الليبية حاليا هل المجتمع الليبي حاليا مهيئ أمنيا وسياسيا ولوجستيا لاستقبال انتخابات برلمانية؟ في الواقع والحقيقة لا يعني أولا في ظل انتشار السلاح وفي ظل وجود ميليشيات تهدد أمن المواطن بشكل يومي يصعب أنك أنت تجري انتخابات حقيقية يستطيع فيها المترشحين أو الناخبين الإدلاء بأرائهم بكل حرية لا نرى ترتيبات حقيقية وواقعية إذا استثنينا المناطق التي تمت السيطرة عليها من الجيش الوطني سواء كان في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية عفوا لكن المنطقة الغربية لازالت تحت تحكم عدد كبير من الميليشيات مختلفة التوجهات وبالتالي يصعب أنا أعتقد إجراء انتخابات في ظل الواقع الذي نراه حاليا ربما الانتخابات كلمة حق يراد بها باطل لاستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه يعني لكن الاتجاه الصح هو أن يتم السيطرة الكاملة للجيش الوطني الليبي على كل التراب ليبيا أن ينزع سلاح الميليشيات أولا ثم بعد ذلك أن يتجه الليبيين لاختيار بإرادتهم الحرة لاختيار من يمثلهم في الحياة السياسية يعني. لكن سيادة العميد ألا يمكن القول أن مجرد التوافق مجرد عقد اجتماع توافق حول ربما رؤى أولية هي خطوة يعني ابتدائية خطوة أولية في سبيل التوافق الكامل والشامل بين الفصائل الليبية عفوا يعني هي خطوة إيجابية والجميع يرحب بها الحقيقة طريق نحو تسوية سياسية وحالة سياسية مستقرة هو رغبة للجميع وكما هي رغبة للليبيين أنفسهم هي رغبة لنا جميعا لكن الحقيقة أنا هنا هتفق أيضا مع دكتور عبد الكبير المسألة تحتاج إلى قوات مسلحة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي وأجهزة أمنية تستطيع أن تحمي العملية الانتخابية وتضفي عليها الشرعية هذا الأمر هو أمر جوهري وأمر حيوي جدا حتى تخرج انتخابات أولا تكتسب شرعية ومصداقية لدى الليبيين جميعا ومن ثم المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي وتكون هي محطة حقيقية للوصول إلى نهاية إن شاء الله تكون نهاية سعيدة لما يعني أو بعد سنوات المتاعب الماضية فإذا نحن في انتظار خلال الأسابيع ربما والشهور القادمة إعادة سيطرة القوات المسلحة على كامل التراب الليبي ووجود أجهزة أمنية وطنية تستطيع أن
تؤمن الحماية الكاملة للمواطن الليبي ولأي استحقاق سياسي يتم التخطيط ليه مستقبلا. سيد العميد، يعني لضيق الوقت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول لدكتور عبد الكبير، إذا تم أو إذا أجريت هذه الانتخابات، ما الذي يضمن ألا تنقلب الجماعات الإسلامية أو المتأسلمة على نتائج هذه الانتخابات كما حدث في 2014؟ والله اعتقد اذا جرت في ظل انتشار السلاح الحالي، لا اعتقد على الاقل في المناطق المسيطر عليها من قبل هذه الجماعات ان يسمحوا اصلا بترشح من لا يعني من لا يكون جزء منهم او من مخططهم. وبالتالي لا اعتقد انهم سيقعوا في نفس المازق الذي وقعوا فيه في 2014 عندما طلعت النتائج وكانت النتائج ليست في صالح هذه التيارات. وبالتالي أنا أزيد وأؤكد أن مسألة وضع ترتيبات أمنية حقيقية لاستلام أجهزة الأمن والشرطة والجيش للأمن في 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 المنطقة الغربية مهم جدا وأساسي، ونحن كل يوم نسمع مطالبات من الناس يعني في غريان، في الخمس، حتى في طرابلس. من أسبوع طلعت مظاهرة في طرابلس وللأسف قمعت، مطالبة بالجيش الوطني. لماذا؟ لأن الليبيين الآن يشعروا أن الموجود هو عبارة عن ميليشيات ليست همها الوطن ولا مصلحة الوطن العليا، ولكن الهم كل جالب العديد من المكاسب والمصالح المادية والتمكن في من قدرات الأرض الليبية. سيادة العميد، الدور المصري في ليبيا منذ ثورة 30 يونيو هو دور واضح ويتمركز حول دعم المؤسسات الليبية ودعم الجيش الوطني في ليبيا. رؤيتك وقراءتك للموقف المصري تجاه الأزمة الليبية حاليا؟ يعني موقف محترم الحقيقة ونفخر به كمصريين، لكنه ليس غريبا على الدولة المصرية على الإطلاق. تتعامل مع كافة الأزمات سواء في سوريا أو حتى في اليمن، هي تدعم يعني المؤسسات الشرعية. لكن ليست مجاملة أن ليبيا لها وضع خاص في نفوس المصريين وفي تخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية. هي تتعامل بمفهوم أن المصير مشترك والهم واحد وأشقاء في كل خطوات حياتنا الماضية والمستقبلية. أيضا الجغرافيا وضعت لنا ميثاق لن ننفصل عن بعضنا البعض على الإطلاق، تقدم كل أشكال الدعم اللازم، وهذا دورها لا تتنصل منه على الإطلاق، بل بالعكس هي تتحمل مسؤولياته بشكل كبير. وأيضا في المقابل الليبيين والدولة الليبية لا يتأخروا عن مصر في مثل هذه المعادلات الاستراتيجية. المفهوم تماما أنها هي قارب النجاة لنا جميعا في دولنا العربية. نعم، سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك على حضورك معنا. وسيادة الدكتور عبد الكبير الفخيري وزير التعليم الليبي الأسبق، شكرا جزيلا سيادة الدكتور. شكرا. ونأمل أن يتم حل هذه الأزمة سريعا وأن تعود الدولة الليبية في أوج قوتها ومقاومتها. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذه التفاصيل. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من نقاط ساخنة، حتى ألقاكم في حلقة أخرى قادمة. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.